Color Harmony. لما بنفتح البرنامج بندوس على البلاس دي، نختار Image Palette، Select Image، هيدخلني على الصور اللي على الموبايل. اختار الصورة اللي عايزين نحلل ألوانها، هنا حللها لدرجة أبيض وجريهات وأسود وأحمر غامق بالأكواد بتاعتهم فوق كل واحدة فيهم، ومن هنا أقدر أختار عدد السامبلز اللي عايزينهم. متاح في البرنامج لحد 20 لون، بنختار العدد اللي عايزينه ونعمل أبلاي. هنا مثلا اخترت 10 ألوان، ودي الـ10 ألوان اللي طلعها لي من الديزاين. والبرنامج ده بيعتمد على انه بيطلع الدرجات الأكبر نسبة في الصورة، وكل ما زودت العدد بيبدأ ياخد الألوان اللي نسبتها أقل. زي مثلا هنا طلع لي درجات أخضرات، درجات الأخضر دي واخدها من الشجرة، يعني هو هنا حلل لي درجات الأخضر اللي ظهرت بسبب الضوء والظل على الشجرة.